السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم فيديو جديد في وصفة جديدة. وصفة اليوم خضر في الفرن بخلطة رائعة لتعطيها لذة وقرمشة، واللي غادي نرافقوها بلدان مشوي. كنا تنبغيو الخضر المقلية لكن الأضرار الصحية ديالها فحنا تنتفادوها، فهاد الوصفة إلا جربتوها غادي تولي وصفة من وصفاتكم الأسبوعية المعتمدة. فبقاو معايا حتى الأخير باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نوجد واحد لا ماريناد اللي غادي ندير فيها لادند. ندير شويه الزيت، غير جوج معالق، معلقه صغيره ديال التحميره، راس معلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الحر، معلقه صغيره ديال المرطه، ثلاث معلقة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الملح معمرش مزيان، شوية ديال الثومة بودر، يمكننا نديرو ضريز ديال الثومة نحكو مزيان، ندير واحد معلقة كبيرة ديال لاصوص صوجا، يمكننا نستغنو عنها إلا مكانتش متوفرة. عندنا حمضة معصرة، ونديرو قياس جوج معالق كبار ديال الماء دنوس، نخلطو هاد لاماغيناد مزيان، غادي نديرو لادان ديالنا في هاد لاماريناد، نخليوها يترقد لنا باش تدخل في هاد العناصر باش يجينا مزيان، عاد ندوزو نوجدو باقي التحضيرات. هاد لادان غادي نديرو على شكل بروشيت. غادي نبداو نوجدو الخضر ديالنا، عندنا الفلفله، عندنا الدنجال، عندنا القرعه، وعندنا بطاطا فريت. الفلفله خديتها قسمتها على جوج حيت لا زريعه، غادي ندوزو نقطعوها. غنحاولو كل نص نقسم على ثلاثه، نخليوها شويه غليظه بهذا الشكل هذا، ولا بيدينا غير هكا. تكون شوية غليظة باش ما تحرقناش. الفلفلة يمكن لكم تستعملوا الألوان اللي بغيتو، يمكن لكم تكتفوا غير فلفلة خضراء. نستمروا على هذه الطريقة تنكملوا هذه الكمية كلها اللي عندي، الكمية اللي بغيتو على حسب عدد الأفراد ديال كل عائلة. هي صراحة واخا تتبقى هذه الوصفة هذه للغدا، يمكننا نديروها في الفران ونسخنوها تجي بحال عاد كرناها، يعني ما تنضيعوش فيها.
ندوز نوجدو الدنجال نقطعو هكا شرايط بالنسبه للكرعه مشيت نديرها هكا ونرجع من الاخر من بعد تنحيد شويه ديال الوسط البطاطا ديالنا حتى هي قطعناها غليظة شوية من بعد ما وجدنا الخضر ديالنا كاملة غادي ندوز نوجدو التخليطة اللي هي السر في هاد الوصفة اللي تجي رائعة عندنا زلافة ديال لاشابلوغ يمكن اللي ما عندوش كله ياخد الخبز يحمره شوية في الفران ويطحنو عندنا واحد 4 معالق كبار ديال المعدنوس بعد المعلقة كبار ديال الفرماج كوك نص معلقة ديال البزار معلقة كبيرة ولا معلقة ونص ديال الملحة واحد المعلقه ديال الثومه بودر يمكننا نعوضوها بدريز الثومه محكوك بحال بحال غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتها غادي ندوز ناخذ واحد الاناء غادي نقلب فيه الدنجال كمية ندير لها الزيت الزيتون نخلطها مزيان زيت الزيتون غادي نبدا ناخذ كمية هذا الخليط ونديرو فيها كما الطريقة غادي ناخذ البطاطا اللي غادي تدخل للفرن غادي ندير فيها زيت البلديه واحد الخطيطات الشكل هذا وغادي نسقف فيها الفنجان ديالي بهذا الشكل
ناخذ القرعه نديروا لها الزيت هيا نفس الطريقه غادي نتبعوها للخضر ديالنا كامله نديروا الزيت ومن بعد غادي نديروا الخليط ديالنا بعد ما استفنا في اللاطه ديالنا غادي نرشوا عليها شويه الزيت خطوط غير رقاق بهذا الشكل هذا صافي وغادي ندخلها للفران بنفس الطريقه غادي نتبعوها بالنسبه للطاقه غادي نقلوها بنص الكميه نديرو لها الزيت نديرو كاس واحد المعلقه وصافي غير باش نتزكوها باش نديرو ديك الخليط نديرو واحد شويه ديال هاد الخليط ندوزو نتصفى في اللاطه ديالنا من بعد الكمية اللي تتبقى لنا في هاد الطبسيل تنديروها فوق هاد الفريت من بعد ما استفنا البطاطا ديالنا في اللاطه غادي ندوز رشه بشويه الزيت خطوط من الزيت بالشكل هذا وغادي ندخلوها للفرن نفس الشيء غادي نديروا الفلفله نحطوا واحد الكميه الفلفله نحطوا كلهم بوحديتهم شويه الزيت اللي بقات لي والفلفله غادي نديرها في هاد اللاطه بعد ما طابت على هاد الشكل هذا صراحة تجي رائعة ومقرمشة الفلفلة ديالنا البتنجر والقريعة وهذه الكمية اللي تبقتنا القريعة والفلفلة غادي نخرجهم ونديرهم طبق التقديم وغادي نرجع معكم
الخضره ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن حتى هي تجي على هذا الشكل. نتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنساوش تبارطاجيوها بين العائله والاصدقاء والناس اللي اول مره تيشوفوا الفيديو. تنقول لهم ما ينساوش يتابوناو ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد. مع السلامه في فيديو مقبل ان شاء الله.